رسمي، مواطن فلسطين كلهم وترابهم شهدوا على عرسنا. قتلوا تتسيمي هدالة هزوت. كما قلنا قبل المشاهد، يبدو فيلما يستحق المشاهدة، لذلك كان سؤالنا الاستبياني الأول: هل يمكن أن تذهب لمشاهدة فيلم سينمائي جديد في صالة سينما بدمشق؟ نعم أم لا؟ بين نعم ولا، النتيجة هي نعم 87.5%، 12% لا. أتفائل بهذه النتيجة. عموما الأفلام السينمائية الأحدث ومنذ زمن هي في دمشق على أقراص DVD وبخمسين ليرة فقط، أي حوالي نصف دولار فقط، وأتحدث عن القرصنة، يعني شيء بيغنيك عن مغادرة شاشة التلفزيون رغم كل الاختلاف والفرق في متعة المشاهدة بين الاثنين. وما أن سيرة التلفزيون حضرت، فلا بد من الإشارة إلى الحوار الذي بثت جزءه الأول قناة الميادين يوم الجمعة الماضي، حوار مع الموسيقي والمسرحي زياد الرحباني الذي ينتظر الكثيرين حديثه في شؤون كثيرة، وخصوصا ما يحدث اليوم وهنا. هناك دائما ما يجب التوقف عنده لدى زياد الرحباني، مثل كلمات أغنية نشرها محولا إياها إلى قضية استفتاء، فقط قال كلمة أنشرها اليوم لاختبار صداها لدى القراء وإذا كانت تصلح لكي تغنيها فيروز. سأقرأ لكم بعض الكلمات المقترحة. الكلمات المقترحة تقول: ميل على أهلك شوي، علي شوي وعلى الحي، بعدن الأولاد الحافيين والأسطل عم يرمي المي، خود بتليفونك كم صورة ولاحق ترجع عدبي، وكل جمعة في تلفزيون بيناصرنا، فرن طرمبة أسطل المي بيختصرنا، وإذا نسينا نسب الدولة بيذكرنا، ودايما ولد بيهجم رافع شارة نصر عرف لي ليه، ميل على أهلك شوي بحبك ما بتعرف قدي، لو بدي هاجر هاجرت بلدي وتعودت عليه. طبعا كتب على الأغنية يتلقى موقع الأخبار الإلكتروني ردود القراء بنعم أو لا فقط. ربما يعني يكون زياد الرحباني سجل سابقة جديدة بطرح كلمات أغنية للتصويت قبل إنجازها، وربما هذا التهكم تهكم مفرط على ديمقراطية صارت سببا في خراب العالم، وربما مجرد أغنية محتار فيها ما بيعرف شو بدي يعمل قال منصوت عليها. عموما ما كان ينتظره محبو زياد لم يبوح فيه في الجزء الأول من اللقاء الذي أشرنا له، وتم تأجيل السؤال عن موقف زياد من المقاومة ومن سوريا إلى الغد، لكن الإنترنت لم يبقي شيئا إلا وفضحه، بالتالي تسربت 32 ثانية تلخص موقف زياد الرحباني. وللتوضيح، الموقف المسرب هو تعليق يخترق أحد الأسئلة الطويلة التي وجهت وستوجه لزياد الرحباني في الحوار المشار إليه. تابعوا بدقة الثواني المأخوذة نقلا عن اليوتيوب. زياد الرحباني، أسئلة عديدة نحن مطالبون بالإجابة عنها والنقاش فيها معك، خصوصا حول الظرف الراهن. أنت من الماركسية لليسار، الآن هناك من يتهمك أنك جزء من المقاومة الإسلامية وأنك مع حزب الله. اتهام أبدا، أنا ستحدث عنه. أنت يعني في مواقف حول ما يحصل الآن في سوريا، تتهم واحد أنه نضيف سجل من فضلك، أنا بس أعدد الآن نقاط إذا سمحت. إذا قلنا فيما يتعلق باليسار وحزب الله، كل ما يتعلق الوقت يدهمنا يعني إذا في كتير. مش اتهام ابدا، تتهموا الواحد انه نضيف. سنحتاج ان نعرف تفصيلات اكثر عن هذه الجملة في الحوار الذي سيبث جزءه الثاني غدا الجمعة على قناة الميادين، و يعني لو اعتبرنا هذا اعلانا فالامر يستحق. قبل ان يداهمنا الوقت، كما علق زياد الرحباني صادقا على البرامج الحوارية، نذهب الى التالي. التالي هو حفل غنائي قدمته جوقة ورد على مسرح الحمراء بالأمس، وكان بقيادة حسام الدين بريمو، الفنان المؤمن بأهمية الرسالة التي يقدمها، والذي صرح عن همه أن تبقى فرقته لونا بجوقاتها المتعددة قادرة على نشر الحب والفرح والجمال في زمن كثر فيه الحزن والموت. ربما لذلك أعاد إطلاق صرخته في واد آخر، صرخة تقول: ما في حدا ما دخله، لنستقبل معا في الاستوديو صاحب فرقة لونا حسام الدين بريمو. أهلا وسهلا بك.
في حمامة دخلوا كلنا مسؤولين. ما في حدا كيف أنا حلوة الغنية أنا أحبها ومسجلين استديو مسجلينها بالاستديو نعم. أول شيء كيف كانت حفلة البارح؟ حلوة وكتير عملت صدى حلو وأنا انبسطت أنه إجا عدد. نحن كنا متوقعين لأنه صارت الحادثة السيئة صباحا وأنه في طلقات مقطوعة أنه العدد يكون قليل. نشكر الله كانت الصالة غاصة بالجمهور اللي منحبه ويبدو أنه حبنا مبارح. يعني كان في أمسية غنائية مبارح بالشام وكان تنبض الشام تنبض بالحياة. وأي أمسية غنائية ممكن تكون زحمة لأنه نحن نحب الحياة منذ آلاف السنين. يعني هلأ ممكن يكون يعني ببساطة ممكن يكون في غناء والشام تتحمل غناء وموسيقى أنا بشوفها بتتحمل منيح، بس يمكن أهم شيء فيها الورد اللي قدمتوه مبارح. ليش ورد؟ ورد 14-18 عمرهم بين 14-18 هنين واحد من رموز الأمل. هدول تبع بكرة القريب مو البعيد، مو أطفال صغار. هنين بهذا الوقت يطلقوا هيك صرخات حلوة ويغنوا أغاني عربية أصيلة وأغاني أوروبية. أغاني أوروبية تعني أنه نحن ننفتح على الغرب كرهنا أم أحبنا. نحن منروح على فنه الحلو، على الجمال اللي صدروا، وبنعمل مبادله، بنعطي جمال وبناخذ جمال. بس هدول يعني بيسمعوا بطريقه مختلفه الحضاري والتراثي. يعني بيغنوا لهم اسلوبهم. هدول جيل انترنت وجيل الفيسبوك. هلا نحن شغلتنا بلونا نسرقهم من على الانترنت شوي ونخليهم يغنوا مع بعضهم هذا اللون من الغناء، لانه باستمرار لازم يكون في قطب اخر. قطب واحد يعمل ما بنعرف وين بنروح، لازم يكون في قطب آخر يعمل. لما بنقول ورد وهن بين عمر 14 وكذا، إذن الفرق الجوقات المتعددة بلونا في أعمار حسب الأعمار بناء على الأعمار اللي هن سنة من عمر 2 إلى 6 سنوات، ألوان من 7 إلى 13، وورد من 14 إلى 18، قوس قزح للراشدين بس اللي بيقروا نوتا يلي شبه محترفين، وشام للراشدين اللي بيغنوا بدون نوتا، بيغنوا بس تراث عربي. أستاذ حسام أنت حاضر بكل يعني دائما ما بتبخل علينا بوجودك، وبصراحة كتير العالم يعني بينبسطوا بس يسمعوا عم بتقدم يعني الجيل بهاي الطريقة وبهذا الاهتمام. هل هو إصرار من قبلك بشكل شخصي ولا لا في مؤسسات وراك بتدعمك لحتى تكون موجود؟ هلأ في إصرار بشكل شخصي، في وراي دعم بس مو مؤسساتي، دعم الناس اللي معي، هالمئتين شخص اللي عنا بيرونا هن الداعمين. مؤسسات أكيد ما في مؤسسات داعمة. نحن بنشتغل بجهودنا، بنحاول نقول إنه نحن موجودين لأنه نحن موجودين، عم نقدر نشكر الله إنه نقول إنه نحن موجودين، وهي كمان شغلة حلوة. بحوار نشر معك بالأمس بصحيفة بلدنا أجرته رانيا زكاري، قلت لست أغلى من كل الذين استشهدوا، ردا على سؤال أنه هل فكرت في التوقف خوفا على حياتك؟ هلأ هذا السؤال خليني أسأله، ما الذي يفعلونه اللي خايفين على حياته؟ شو ممكن يعمل؟ هلأ الخايف على حياته ما فيك تلومه لأن الحياة غالية، لكن بالمقارنة بترخص. يعني في شخص بيحمل باروته بيروح على الجبهة، هذا يعني احتمال كتير كبير أنه يستشهد. هو مو رايح لأنه بلا عقل، رايح لأنه مقرر أنه في احتمال أنه يستشهد. الحقيقة يعني وقت تقارن حياتك مع أشياء ثمينة بتلاقيها أنها رخيصة لسبب بسيط، لأنه إمتى تختطف حياتك بدون إرادتك ما بتعرف. يعني نحن مو ضمنانين نعيش مليون سنة وخايفين نموت بكرة، نحن أصلا ما بنعرف إمتى منروح. يعني بيخطئ من يقول ما دخلني؟ بيخطئ بحق مجتمعه بحق وطنه، بيكون مو مخطئ بحق نفسه لأنه خايف عليها. الخوف على الذات مشروع، لكن المبالغة فيه بصير خوف مرضي. خوف على الذات مشروع، كل حدا لازم يخاف على حاله. الأولاد اللي عم بيروحوا بيجوا بهالأعمار المختلفة، نعم، كيف عم يوصلوا؟ أنا وقت مثلا بيضل في حكي بهذا الخصوص، أنا بشوف أنه هنن شجعان وأهلهم شجعان. وقت حاجة يجي من منطقة بعيدة ويضطر يرجع المساء على بيته ليعمل تدريب كورال اللي هو نشاط ثانوي برأي كتير ناس، أنا بشوفه أنه هو شجاع وأهله شجاعان، وبشوف أنه هو وطني وأهله وطنيين، لأنه نحن رسالتنا مو للتسلية. نحن عم نقوم بدور نحن بنعتبره دور وطني، دور بناء، دور اجتماعي.
انك تغني وانه نغني غناء جماعي بيجمع اللي عم يغنوا وبيجمع اللي عم يسمعوا، وبالتالي هو بيجمع كل الفئات على السماع والغناء. كيف بدأت الفكرة؟ الفكرة بدأت بتكون تعملوا أربعة فرق؟ الفكرة بدأت بذهني وأنا صغير. على الأرض بدأت سنة 99 مع قوس قزح، 2003 ألوان، 2004 ورد، 2006 شام، و2007 سنة. في يبدو بدك تكمل في بذهنك إيه في بذهني كمل في بذهني كمل أوركسترا وفرقة مسرح وفرقة رقص هيك، بس لأنه بتحب الشام وبتحب سوريا وكذا. يعني عندك أنا بعتقد كل اللي عم يسمعونا بيحبوا الشام وسوريا. إيه بس يعني بس ما عندهم طريقتهم أو لسه ما لقوا طريقتهم. أنا بشوف أني لقيت طريقتي لحتى أقول لوطني وبوطني اللي رايد أنا أقوله من خلال أبناء وطني. لاحظ عملنا جماعي، يعني ما في فرد نجم، في كتلة من الناس عم يحاولوا يقولوا لبلدهم نحن منحبك كتير من خلال عملنا، لأنه ما في حدا ما بيحب بلده من خلال عمله. تصدف بناس بيشبهوك كتير؟ كتير وبنبسط، وبالأخص بلونا، لأنه كل اللي بلونا منشبه بعضنا، وإلا ما كنا ضلينا مع بعضنا. طيب واللي ما بيشبهوك؟ بيروحوا لشي تاني بيعملوا، وما بصير بيناتكم أخذ ورد؟ بيضل الحب، بيضل في حب، لأنه هو اختار أنه يروح لأنه في بذهنه شيء آخر، هالشيء الآخر يمكن يكون مفيد أكثر من عنا. سيد حسام، كيف فينا نكرس هذا اللي عم تحكيه ليروح برا لونا وبرا ورد ويصير مع الكل بدون شعر وخطابات؟ يعني بدون شعر بدنا مؤسس عملية. بدنا مؤسسات، لأنه هدول الميتين شخص جهدي الشخصي على 13 سنة. إذا قدرت المؤسسات تدعم شي 200 حسام وبصير في 200 ضرب 200 وبتتعمم القضية وبتكبر أكثر وأكثر. في 200 حسام؟ يمكن يكون في 23 مليون حسام بدهم مين يكتشفون. تعرف أنا سعيد جدا بوجودي معك، وأنا أكثر، وأنا أنتظر الفرصة المناسبة لنقضي وقت طويل جدا مع بعض إن شاء الله، ونحكي عن طفولتك وعن حلم طفولتك اللي عم تحققه هلأ، وعن حسام اللي عن جد لو 23 مليون بيشبهوك يمكن ما كنا عايشين ظروف، يمكن يكونوا أحسن مني وأنا موهوم. شكرا كثير لوجودك معنا. كل ما في حدا ما دخله مع هاي الأغنية من حفل الأمس على مسرح الحمراء بدمشق، بدي أشكر الأخ والصديق حسام الدين بريمو مؤسس وقائد فرقة لونا، وأدعوكم مشاهدين على الفضائية السورية ومستمعين عبر صوت الشباب FM للبحث عن حفلات لونا والاستمتاع فيها أينما أقيمت. شكرا. شكرا. في حدا ما دخلوا كلنا مسؤولين، ما في حدا ما دخلوا كلنا مسؤولين، ما في حدا ما دخلوا كلنا مسؤولين، ما في حدا ما دخلوا كلنا مسؤولين، مسؤولين ما في شمس تشرق حلو تحت غيمة سودا، بلد الشمس وطننا الشمس، بلد الشمس وطننا الشمس، أنا وأنت الغيمة، غيمة البيضة حلوة كتير والغيمة الشفافة أحلى، غيمة البيضة حلوة كتير حلوة. لأن الوقت يداهمنا دائما فبدون فواصل، زاوية بخدمتكم، اسم الخدمة مركز خدمة المواطن محافظة دمشق، مقدم الخدمة، التعريف بالخدمة، الحصول على الخدمات من مراكز الخدمة الواحد. أسئلتنا إذن تتمحور حول ما هي الخدمات وما هي المعوقات، إضافة إلى الكثير من علامات الاستفهام التي يجب أن تصبح نقاط في نهاية الجملة. بعد ريبورتاج علي حسام الدين نستضيف مديرة مراكز خدمة المواطن المهندسة رانيا عبود لنعرف منها بعض الإجابات. خدمة ممتازة وجيدة، وجيت أكثر من مرة يعني وطالعت بسرعة، بمشي بسرعة، وهي ما في أي تعليق على الخدمة. في مشاكل أنتوا عم تعانوها هون بالمركز؟ لا بالعكس، خدمة سريعة وممتازة. ما من ناحية الوقت كله تمام، من ناحية الأجور كله بالدور ماشي، كل شيء تمام. والله الدور طويل كتير، في عجقة كتير، يعني تقريبا صار لي أنا شيء 3-4 ساعة عم انتظر دوري. شو المعاملة عم تشتغلها؟
أنا عم ساوي قيد نفس لزوجتي. يعني مشيت الوقت طويل، يعني في ضغط كتير كبير بالمركز. نعم، يعني الأفضل إنه يكون في مراكز تانية، هذا الشيء مو متوفر يعني. على حسب علمي أنا في مراكز تانية بعدة مناطق مثل المزة مثل الميدان. إيه كله نفس العجقة، كله نفس العجقة، يعني ما بدك تحاول كثير لأنه بده وقت طويل يعني لحتى يصير فيها تطور لعنا لحتى يصير. عم بقول لك أول مرة بيجي طلع أخراج قيد بس ممتاز. إيه صار لك ناطرة؟ صار لي شيء ربع ساعة عادي. لسه عندك وقت كثير ناطرة؟ ما بعرف. وكاتبيكم على الورقة قديش مدة الانتظار؟ لا والله مميزة، واتمنى لكم النجاح والاستمرار. شو عم تطلع انت؟ شو الخدمة اليوم اللي حابة طالبة؟ غير محكوم وغير موظف. صار لك زمان ناطع؟ صار لي شي ساعة. ساعة ولسه ما اجى دورة؟ لا خلص، غير محكوم بقى غير موظف. ايه شكرا. ونفس الشخص هو طلع عليك هون الاثنين؟ لا كل شي كل قوي لحال. كيف ملاقي الاسعار هون؟ مقبولة ممتازة، ممتازة. المفروض يعني المفروض من وقت سابق كانوا يفكروا بهيك مشروع، بهيك خدمة يوفروها للمواطن. يعني عم ياخد أي ورقة ممكن أنه يحتاجها من نفس المكان بدون ما يتشنطط مثل قبل، يروح من قرنة لقرنة من مكان لمكان. يعني رأيك يخفف الضغط عليكم كمواطن أنت تجي هون طلع دغري وراءك وتروح؟ بالضبط هاي الفكرة. يعني ناحية الأسعار كيف ملاقي أسعار معقولة؟ مقارنة بالخدمة الأسعار يعني بسيطة عادية رمزية مقارنة بالخدمة اللي عم تتوفر. المهم إنه يعني أوجدوا كل شيء بمكان واحد، المواطن صار فيه ياخذ أي شيء بده إياه من نفس المكان بدون ما ينتقل من شارع لشارع ومن مكان لمكان. يعني أهلا وسهلا فيكي. يسعد مساك. كمديرة لمراكز خدمة المواطن، ماذا تقدم هذه المراكز هيك بالمختصر؟ مراكز خدمة المواطن حاليا عم تقدم الخدمات اللي لها ارتباط كتير وثيق بالمواطن واللي مختصة بالمحافظة أو بمديريات تانية. أنا يعني عندي قائمة طويلة حصلت عليها من موقع المحافظة، يعني في لينك بتفوت عليه فبيبين معاملة صورة طبق الأصل لمصور وجانب من مديرية كذا، معاملة بيان الأسهم. هدول هن يعني عنا معاملات من مديرية المهن والرخص، عنا المعاملات اللي لها ارتباط مع الجهات الأخرى اللي كانوا عم يحكوا عنا الأخوة المواطنين. وين يعني كانوا هدول قبل؟ طول عمرهم هون، طول عمرهم بهاي يعني المكتب. نحن السيد الرئيس افتتح ب 24/5/2010 وتم التوجيه لمراكز أوكي. الخدمة قبل بسنتين. طب قبل 2010 وين كانوا هاي الخدمة؟ يعني مثلا لا حكم عليه بإدارة الأمن الجنائي، القيد النفوس وغيرهم بمديرية الشؤون المدنية، معاملات مديرية النقل بمديرية النقل، معاملات مديرية المهن بمديرية المهن. بس حاليا انحصروا لتسهيل العمل للمواطن. طيب ما بيشكل هذا بدا حطيتوه بمحل واحد ازدحام وجوده بمكان واحد؟ عم نحاول نوسع نحن مبدئيا بمراكز أخرى. يوميا نحن يؤم المركز حوالي 300 مواطن، يعني بتوجيه من السيد المحافظ وتحت رعاية السيد الرئيس أنه افتتح مراكز أخرى. هلأ صار في عنا بالميدان، بالأنوات، بالمزة، بالشام الجديدة وبدمشق القديمة. طيب. وحاليا في 3 كبار. وبغير محافظات؟ بغير محافظات طبعا في عنا بحمص، بطرطوس وبحلب، وكلياتهم بيقوموا بنفس الاداء وبنفس الطريقه وبنفس الدور تماماً. ونفس الارتباط ونفس الدراسه، لانه الدراسه قام فيها فريق اعاده هندسه وتبسيط الاجراءات. حقيقه بخففوا عبء على المواطن اكيد هدول. حقيقة يعني هذا اللي سمعناه من شكاوي والى كذا. هلا اجباري في شكاوي هي اساسا تجربه، حتى تاريخه نحن بنعتبرها تجربه. طب كيف معرفت العالم بهي المراكز؟ معرفة العالم من خلال بروشورات اللي عم تتقدم، من خلال الإعلام، من خلال معرفة جيدة؟ اي طبعا. طب نحن توجهنا لمشاهدينا والمستمعين بسؤال استبياني مفاده هل سمعت عن مركز خدمة المواطن نعم أم لا؟ والنتيجة على الهواء أنا ما بعرف شو النتيجة بين نعم ولا. 25% نعم، 75% لا يعرفون عنها شيئا. يمكن بتكون تقود دعاية. هلا نحن عم نشتغل بهذا الخط وتعاملنا مع الإعلام بنقطة تقاطع
مسلسل تلفزيوني كان عم ينعرض على الفضائية السورية وتصور لأكثر من سنة تقريبا عنا بمركز الخدمة. هلا بيجيك مواطن يلي له علاقة بمديريات الدولة. هذا يعني هلا أنتم عم تعملوا نشاط إعلامي مشان تسوقوا لكم. على فكرة في فيلم يعني عم يتصور تم تصويره حاليا هو لزميلنا علي حسام الدين وإخراج كمان مخرجنا الأستاذ مهيب بهلول. فهذا بتعتبريه كافي بيدل العالم على هذا المركز؟ ما هو لازم كل الوقت يضل. هلا نحن عم نحط بالشريط الإخباري عم ينطري عن طريق البروشورات. فريق شباب دمشق التطوعي معنا حاليا بالمركز من تقريبا شهر رمضان، صار لهم شهرين تقريبا، يعني أيضا لتسويق للموضوع. يمكن اللي ما له بحاجة لشغل بالمركز طبعا، يعني المواطن اللي ما له ارتباط، يعني مثلا ما بيعرف إذا أنت شخص ما بدك ورقة لحكم عليه ما رح تضرب مركز خدمة المواطن. إذا أنت ما لك ارتباط وثيق بتعرفي أستاذي، يعني لو العالم بتعرف، بس بتعرف أنه عندنا هيك مركز جامع كل هدول الشغلات فيه، على الأقل راحة نفسية. بتعرفي قديش في فوبيا من الذهاب إلى مؤسسة الدولة مشان واحد ياخد ورقة؟ طبعا أنا استغربت كتير النسبة قليلة، لأنه أنا قليلة يلي ما يلي بيعرفوا. إيه فكرت نسبة عالية اللي ما بيعرفوا. لا يلي بيعرفوا النسبة كتير قليلة. إيه طيب. لأنه أنا بطلع على العدد اللي بيجي لعنا خلال 3 سنين. إن إحنا يوميا 300 مواطن. نحن عنا استبيانات بتتقدم بالمركز الرئيسي. بالمركز الرئيسي عداك عن المراكز الأخرى. طيب عندكم مشاكل، أنتم بتنقطع الإنترنت أو بصير عندكم زحمة بتأخر المواطن ل5 ساعات سمعنا هلا. فشو هدول؟ هلا هذا نتيجة الارتباط بالجهات الثانية. هلا نحن مرتبطين مع مديرية الشؤون المدنية عن طريق الشبكة الإنترنت. وقت نحن ما مفوت على البيانات لا بالحكم عليه ولا بالإخراجات القيد النفوس ولا بمعاملات مديرية النقل ولا بسجل العاملين للدولة. نحن غير مخولين لأنه نفوت على بياناتهم. يعني نحن أنتوا صلاحياتكم محدودة يعني. طبعا نحن نقدر نفوت على السجلات للغير العاملين بالدولة اللي هي موثقة من قبلهم. أكيد لا. أنت يعني أكيد لا. أنت بدك نعطيهم طبعا، نحن بنعطيهم الكود. أنتوا بتتواصلوا مع بعض تماما. وفي تسجيل نحن عن طريق الباركود تبع الهوية بنعطيهم. هلا بتظهر عندهم الصورة اللي نحن بدنا إياها وبيخاطبونا عن طريق النت. يعني شباب ما بقى تاكلوا هم ورقة لحكم عليه، ورقة طب، ورقة كذا. هلا حتى أنا لفت لي نظري الاعتراض على السعر انه غالي. يعني انا كثير مستغرب الموضوع. طب في حال انه هو غالي، ليش هالاقبال الجماهيري الواسع على مركز خدمة المواطن؟ ما في حل ثاني. طب في حل ثاني. شو الحل الثاني؟ الشؤون المدنية والإدارة الأمن الجنائي والسجل العام لعاملين في الدولة. طبيعي في حل ثاني. بس انت هون عم تفوت على مكان بخدمة مميزة بموظف ما بيقدر انه يحاكيك غير بكلمة كتير لبقة ولائقة، عقبال ما كل الموظفين بمكان مكيف بمي يعني كتير مميز المكان، مو لأني دليلي. أنا مديرة مراكز الخدمة. مستقبل هذا المكان مدام إذا هلأ وتوب شايفينه مستقبل. أنا بالنسبة إلي من خلال الاستطلاع، نحن بنعمل استبيانات وهي الاستبيانات تأخذ تقارير شهرية وبتنرفع لوزارة الإدارة المحلية تماما، لأنه في عنا شيء اسمه لجنة تتبع عمل مراكز الخدمة واللي هي مسؤولة عن هذا الموضوع. يعني كتير قليل الملاحظات اللي بلاقيها، والملاحظات اللي بتطلع معنا فورا بتم معالجتها. هلأ مشكلة الشبكة هي مشكلة ما أنا يعني هاي ما أنا قدرانين نسيطر على الموضوع، لأنه هلأ عندك بالبيت النت يوم موجود ويوم بتلاقي أنه هو ما كتير قدران تتحكم فيه. هلأ ضغط طبعا ضغط، لما أنا بدي استقبل 200 مواطن يوميا فأكيد في عندك ضغط. عموما إذا إجانا أي شكوى على هذه المراكز من نطرحها بالبرنامج طبعاً. عندك مشكلة؟ لا بالعكس، وأنا باخد اتصالات على الهواء ما عندي مشكلة أبدا. عندك ونحن حاطين بتوجيه من السيد المحافظ صندوق شكاوي هذا خصيصا للمواطن اللي عنده مشكلة. يقرأ يقرأ يوميا ويقرأ من قبلي أنا بالذات، وأنا اللي بفتح، يعني أنا اللي باخد الشكاوي المواطنين وأنا اللي بفتحها. طيب. ومنقدر نعالج. في عنوان؟ في رقم تليفون 226-1107 226-1107. ليش محطوط عندي 05 و05 و07 الاثنين؟ اكثر من هيك شفافيه ما بعرف شو بدي اقول لكم. في كلمه اخيره عن حضرتك؟ يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. شكرا كثير. اشكر المهندسه رانيا عبود مديره مراكز خدمه المواطن لوجودها معنا مستمعي صوت الشباب FM عبر الفضائيه السوريه من بخدمتكم الى زاويه راديو مع ليمونه صالح. خليكم معنا. شكرا كثير لحضرتك. هنا الشام.
يسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا عم بتتابعونا بفقرة راديو. خصصنا اليوم بفقرة راديو الحديث عن إذاعة البرنامج العام إذاعة دمشق. هذه الإذاعة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمواطنين وهمومهم الحياتية والوطنية والتصقت بحياتهم وبمستقبلهم، كما ارتبطت بمجمل تطورات في سوريا منذ ما بعد الاستقلال وحتى هذا الوقت. طبعا أغلب برامج إذاعة دمشق هي مباشرة والبقية مسجلة، هي تبث عبر أو على مدار 24 ساعة، وهي منذ سنوات أيضا أصبحت إذاعة تبث على موجة FM إضافة إلى الموجة القصيرة والمتوسطة. دوائر إذاعة البرنامج العام حقيقة هي متنوعة وكثيرة. نبدأ بدائرة المذيعين وهي أهم دائرة بالنسبة لقسم إذاعة دمشق، لأنها معنية بشؤون المذيعين سواء من وضع جداول الدوام من خلال الفترات أو غيرها المتابعة حقيقة على مدار الساعة. يليها دائرة التنسيق ومن بعدها دائرة المنوعات، ثم تأتي الدائرة الدينية والدائرة الثقافية وقسم الأخبار. دائرة الأخبار هي حقيقة يوجد اعتماد قوي ومهم جدا بالنسبة للأخبار سواء من خلال النشرات المحلية أم النشرات الرئيسية. هناك لقاءات حوارية متعددة تكون متفردة بها إذاعة دمشق، وذلك من خلال اختيار الشخصيات المتعددة للحوار معها في مواضيع تهم المواطن، إضافة إلى الدائرة التنموية والموسيقى وغيرها حقيقة من الدوائر. وعن الخصوصية التي تميزت بها إذاعة البرنامج العام منذ نشأتها وحتى اليوم، حدثنا الأستاذ مخلص الورار مدير إذاعة دمشق. هي تتسم بالرسمية والرصانة، تتسم بالجدية، وهذا لا يعني أنها بعيدة عن وجدان الجماهير، بل هي قريبة منهم، تسعى دائما إلى تلبية رغباتهم، تسعى دائما إلى تلبية حاجاتهم، هي قريبة من المواطن، تحاول أن توجد جسرا للتواصل بينها وبين المواطن عبر حوارات وبرامج خدمية متعددة. هي صلة الوصل بين المواطن والمسؤول، وتحاول حل معظم المشكلات التي يشكو منها المواطنون عبر الاتصال المباشر مع المعنيين. وعن واقع العمل كفريق متكامل من المذيعين حدثتنا الزميلة لبنى إسماعيل. كإذاعة دمشق وكمذيعين إذاعة دمشق، نحن كفريق هون عم نشتغل كإيد وحدة، طبعا متعاونين من رئيس الدائرة ورئيس الإذاعة وأنت نازلة، حتى المذيعين جداد أو قدام، طبعا في تعاون كتير كبير. عنا دائما الأقدم له رئاسة الفترة، بيكون تحت إشرافه عدد من المذيعين الأجدد. طبعا على صعيد الداخلي طبعا نحن موجودين بكافة الفعاليات والنشاطات، عم نغطيها دائما خارجيا، وكان ضيوف استوديو دائما بنكون عم نغطي وعم نتابع كل جديد على الصعيد الداخلي. أما على صعيد الندوات السياسية فدائما ندواتنا على مستوى، واختيار الضيوف على قدر من المسؤولية، لأنه هذا مايك لوطن، هذا مايك بيمثل صوت سوريا. وهيك مشاهدينا بنكون قدمنا لكم لمحة متكاملة عن إذاعة دمشق. بدي ودعكم هلأ ومباشرة بدنا ننتقل لاستديو هنا دمشق بالتلفزيون. كان من المفترض أن نودع أيلول بآخر أيامه الأسبوع الماضي، لكننا غبنا ولم نرغب أن يغيب وداع أيلول في هذه السنة التي تشبه في حزنها حزن أيلول، مع فروق بسيطة هي أن جمال سحر الحزن بأيلول ينسيك إياه قسوة حزن هذا العام. في أيلول يزيد حزنا، أو أيلول هذا العام يزيد حزنا وداع أرواح وروائح أحباب تخشى كل أيلول غيابهم. إلى مسج مع بيلسان أحمد.
في روح رياضية لليوم خيبات جديدة، وإذا أردنا أن نلطفها قليلا نقول خسارات جديدة، خروجات جديدة، سموها ما شئتم. المهم أن فرحنا بإنجاز الرياضية غيب مع من يغيب. فريق الشرطة ودع ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن فاز في أرض خصمه وبين جمهوره، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل. وكذلك منتخب الناشئين خرج بعد أن أضاع ضربة جزاء ولعب بشكل مشرف حتى أكل هدفين فخرج مرفوع الرأس. عموما صحيح يعطيهم العافية، لكن التاريخ لا يسجل كنت قاب قوسين أو أدنى من الفوز، يسجل التاريخ فزت أو خسرت. وإن كانت الرياضة روح رياضية في الربح والخسارة، إلا أننا كنا بحاجة لفوز من أي نوع ما يشعرنا بفرح أي لقب. تابعوا ولا تتحسروا، فرب خسارة أو ضارة نافعة. هذه الكرات خطيرة، تسديد قبل ياباني بكر، تمرير، كرة داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة والكرة داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح منتخبنا، ركلة جزاء لصالح منتخبنا الوطني للناشئين. إذا ركلة جزاء، شوف الهنداوي وفيها لمسة يد، يا رب نتمنى أن تكون الكرة. الأشقر هنا بمواجهة تايتشي، الأشقر في الدقيقة 67، هل سيأتي الهدف الأول؟ التركيز التركيز التركيز، الأشقر، ضاعت الكرة، يا الله ضاعت الكرة، ضاعت الكرة من الأشقر، بقى صفراء إذن على السرور، والأشقر يضيع هنا ركب صالح المنتخب الياباني، والكرة بالمرمى، الكرة بالمرمى لصالح المنتخب الياباني. يا حرام، لاعب المدافع كان فامي حسن. على كل يعني الكرة تتحول في شن، ولكن هنا الكرة، المحاولة، المنتخب الياباني والتسديد. ماذا تفعلون في الدفاع؟ ماذا تفعلون بالدفاع؟ الهدف الثاني للمنتخب الياباني في الدقيقة 82، وانتهت الأمور بحاجة إلى معجزة كروية، ولكن زمن المعجزات، منتخبنا بحاجة إلى أن يؤمن بحظوظه، ولكن بهدفين صعب أمام اليابان. هل يستطيع العودة؟ هنا الكرة الأرضية داخل منطقة الجزاء، والمحاولة تعود مجددا، تسديد، الكرة داخل منطقة الجزاء، والكرة بالمرمى، والكرة بالمرمى، وعن طريق خالد كردغلي، خالد كردغلي. إذن يا لها من مباراة، يا له من سيناريو في الدقيقة 87. يا فرحة ما كملت. مشاهدي الفضائية السورية ومستمعي صوت شباب FM، تتأخر زاوية فونت 12 لليوم للآن، لأن فيها بعض العناوين والتعليقات التي تنتظرها، لكن بعدها هناك لقاء أعتقد بأهميته لهذا اللقاء. في عنواننا الأول والثاني، أو في عنوانينا الأول والثاني، خبر حزين عن رحيل فتى السينما المصرية الشقي الذي كان حلم فتيات جيله بعد عدد أفلام وصل إلى 111 فيلم، أحمد رمزي، أيامنا الحلوة، وداعا. هكذا عنونت الأخبار اللبنانية الخبر. وفي التفاصيل، أحمد رمزي رحل الجمعة الماضية عن عمر يناهز 82 عاما إثر انزلاقه بأرضية الحمام في منفاه الاختياري بالساحل الشمالي. الحقيقة لم أجد في الصحف المصرية احتفاء بالفنان الكبير الراحل، فأخذت الخبر عن موقع انترنت وعن صحيفة لبنانية، والسؤال لماذا؟ الإجابة لديكم ولدى المصريين. إلى صحيفة الشبيبة العمانية، وفي عنوانها عبرة، حروب في شوارعنا والصيانة أهم الأسباب. المادة تضع كلمة حروب في عنوانها كناية عن أعمال إصلاح الطرقات التي تودي بحياة أعداد كبيرة في عمان. رغم أننا نتمنى السلامة لجميع السائقين، إلا أن التعليق الأنسب لعنوان صحيفة الشبيبة العمانية، اضحكوا بعبكم واشكروا الله لأنه بالأمر كناية. البعث ميديا كان لابد من أن تعنون عقب الكلمة التي ألقاها سيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
سوريا لا تزال تؤمن بالحل السياسي للخروج من الأزمة، وأمريكا وحلفاؤها يدعمون الإرهاب المنظم في سوريا. حقائق قالها المعلم وتعليقنا، هل سمعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصا أنها في نيويورك؟ لن أكون متشائما لكنني لا أظن. السوريون ولعنة سمك السلمون، مقال في الوطن السورية للدكتور عصام تكروري، فيه ربط ملفت بين حياة وموت السلمون ومواهب السوريين. ربما علينا أن نفك هذا الارتباط كي نحيا قليلا، ولكي لا أتورط في الشرح أكثر أنصحكم بقراءة المقال الذي نشر أول أمس في الوطن السورية. إلى بلدنا، وفي العدد الصادر أمس عنونت أحزاب ناشئة فشلت في دخول البرلمان فسقطت عنها المعونة. نص قانون الأحزاب على أن تمويل الأحزاب المرخص تمول نفسها بنفسها، وعلى حصص الإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية وفازت، ومن لم يفز شريطة حصوله على نسبة 3% تقدم هذه المعونة من مجموع الأصوات، يجب أن يحصل على 3% على مستوى سوريا. بذلك سقط الحق في الإعانة عن جميع الأحزاب المرخصة حديثا، على اعتبار أن بعضها انسحب من الانتخابات وبعضها الآخر أكمل الطريق لكنه خسر المقعد ولم يحصل على نسبة الأصوات المطلوبة. هذا ليس تعليقنا على العنوان أو قراءة في المادة، إنها مقدمة المادة فقط وفهمكم كفاية. أخيرا، منوعة تعزف على وتر السياسة، أحد عناوين صفحة فضائيات في جريدة الثورة بالأمس، ويمكنكم أن تخمنوا عدد الفضائيات والبرامج المنوعة التي تعزف على وتر السياسة، وكل حسب مقام صاحبها، فللقنوات الفضائية كما تعلمون مقامات. انتهت عناوين اليوم، وربما تعليقنا الأخير أو من تعليقنا الأخير ندخل إلى موضوعنا في ذات الزاوية، وهو لجنة الصحافة والطباعة والنشر في مجلس الشعب، وأترك الربط بين تعليقي الأخير والموضوع لكم. لجنة الصحافة والطباعة والنشر في مجلس الشعب واحدة من 4 لجان جديدة يجب أن نتعرف عليها وعلى سبب وجودها وعلى ما تقوم فيه من أعمال. لجنة للصحافة والطباعة والنشر في مجلس الشعب إنه خبر جيد، لكن لماذا؟ وبماذا تختلف عن لجان أسست سابقا مهتمة بهذا الشأن؟ ما الذي ستقدمه هذه اللجنة للإعلام السوري الذي من المفترض أن يشكل رأيا عاما نصد فيه غزو إعلام التتار القادمين من كل الجهات؟ قد يرى البعض أنها إحدى البوادر الجيدة أن يكون رئيسا لهذه اللجنة ضيفي اليوم الإعلامي الدكتور فايز الصايغ. أرحب به أو أرحب معي به وهو معنا في الاستوديو، استوديو هنا دمشق. أهلا دكتور. اللي هي تفضل. لا انا اني انبسطت بدخولك بهذه الطريقه، وانا كنت متقصد دخولك بهذه الطريقه لانه بعرف حضرتك قديش متحرر من جميع القيود، وخصوصا بما يخص شكل جديد بالاستضافه باستثناء القيود الاجتماعيه والادبيه هي كلها ما حدا بيقدر يقرب عليها. دكتور اهلا وسهلا فيك. بالبدايه، ما هي هذه اللجنه؟ سمعنا عنها، وهي من اللجنات الجديده. أنا هي عملية لجنة مستحدثة جديدة في مجلس الشعب، يفترض أنها تكون يعني من أعرق وأقدم اللجان، أو بالأحرى إلى جانب اللجان الأخرى، ليست يعني الأقدم، لكن يفترض أن تكون منذ زمن موجودة في مجلس الشعب، نظرا لكون السلطة التشريعية اللي هي السلطة يعني المعنية في صياغة حياة الناس وقوننتها على وجه حضاري، أن تكون السلطة الرابعة ممثلة في هذا المجلس، سلطة الإعلام اتفق عليها أنها السلطة الرابعة. نعم. في العالم كله. بس حضرتكم قلتم في أحد اجتماعاتكم أن اللجنة ستعمل على تكامل الدور الإعلامي والصحفي في معالجة مشاكل الناس. هلأ هذا الكلام بيخليني أفكر أنه هل ستصبح الصحافة بأنواعها، طبعا المرئية والمسموعة، بناء عليها أداة تنفيذية قوة ضاغطة؟ يعني هل اللجنة معنية بأن تجعل من الإعلام قوة ضاغطة حقيقية
يعني سلطة رابعة فعلا بلا أكثر من سلطة، لكن نحن بنحسه اسم بس، صاحبة الجلالة وكذا، لكن على أرض الواقع ما بعرف. دائما بنعتذر من مشاهدينا بس نكون عم نحكي أنه سامحونا نحن منثير المشكلة لكن لا نحل هذه المشكلة. أنا حأفترض سأل يعني لف على السؤال بطريقة ثانية. نفترض أسرة في بيتها انقطع التيار الكهربائي ساعة 9 بالليل، ما هو الحوار الذي سيدور ضمن هذه الأسرة إذا توقف التلفزيون عن العمل؟ التلفزيون أعلام بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. اليوم السلطة الرابعة التي تتحدث عنها شريك مع كل واحد في منزله وبيته وعمله، شريك ومحاور وند لا غنى عنه، هذه السلطة الرابعة. أعيدك إلى ما نقل عن مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبقة أيام أيام أعتقد الرئيس بوش الأب، في مذكراته تقول مقطع أنا توصلت إلى هذا المقطع، يقول أن الإعلام أصبح العضو السادس في مجلس الأمن لأنه قادر على صناعة الرأي العام وفي نفس الوقت قادر على إحداث انهيارات جذرية سواء كان في الرأي العام أو في الخندق المقابل. إذا كان الإعلام في هذا المنظور العضو السادس في مجلس الأمن، بمعنى قادر هذا الإعلام أن يشكل رأي عام يدفع بقية دول الأعضاء الخمسة لاتخاذ مواقف سياسية مبنات على ما أحدثه الإعلام، فكيف لا يكون السلطة الرابعة في دكتور بلدان؟ دكتور أخذت الموضوع إلى مكان كبير جدا وكمكان حقيقي أكيد، لكن خليني أخذ الموضوع كمجلس شعب ويهتم بالشأن الخدمي يعني للمواطن يعني بالدرجة الأولى. هذه اللجنة يجب أن تحل العقبات التي تقف أمام الإعلام في تناولها للشؤون الخدمية على الأقل. دكتور أنت قلت لي أنه السلطة الرابعة لكن ما أننا حاسين فيها، أعمل لك العالم كيف حاسس فيها. يعني ما خرجت عن الموضوع. لا أكيد، بس حضرتك أخذته لمحل مستوى ولا يعني أعمل لك مو إحنا حابين نضل بالبرلمان. حنرجع في 2012 القرن 21 في مجلس الشعب السوري، يدخل الإعلام إلى مجلس الشعب في هذه الهيكلية لأول مرة وتحدث هذه اللجنة لأول مرة. للعلم اليوم أحدثت لجنة جديدة تتعلق بالحوار الوطني. اللجنة المشكلة في مجلس الشعب من ضمن طبعا إطارها التنظيمي لم ينجز بعد، أهدافها قواعد عملها لم تنجز، في قيد الإنجاز نعمل على إنجازها، لكن في إطارها العام هي جهة مرجعية تشريعية ينبغي أن تعمل على عدة جبهات. من هذه الجبهات توفير الإطار القانوني التشريعي للعمل الصحفي في البلد وتنظيم الإطار القانوني والتشريعي لحماية الصحفيين ودعمهم لكي يستطيعوا أن يكونوا أعضاء ما بدي أقول في مجلس الأمن لكن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب السوري، بمعنى أعضاء كحضور. شيء ثالث، هذه اللجنة ينبغي أن تطلع بدور تشاركي أولا باعتبارها معنية في الإسهام بدلوها أو بصوتها أو برأيها كلجنة إعلامية في القوانين والأنظمة التي تصدر عن مجلس الشعب من جهة، والشيء الآخر أن تساهم مع وسائل الإعلام الأخرى التي تعمل ليل نهار على تنوير الرأي العام بما يجري حوله، تصنيع الرأي العام مو بس تنويره، تصنيع الرأي العام وتحصين الرأي العام. يعني يجب أن يكون لديها وسائل خاصة بها ولديها يعني صلاحيات واسعة وارتباطات مع وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام. قلت أكيد لديها هذا الارتباط مع المجلس الوطني للإعلام. أنا قلت حاليا لا تزال في طور التنظيم. في طور التنظيم ووضع النظام الداخلي والقواعد والأسس اللازمة لانطلاق عملية، لكنها وكنت على الهواء
مع زميلنا أتمنى أن يفك أسر محمد سعيد. أنا بهذه المناسبة بين قوسين أناشد السلطات المعنية في كل مواقع القرار السوري أن تبحث عن محمد سعيد، هذا الرجل الوطني الناصع النظيف الذي أحب بلده وأخلص إليه. إذن شكرا لأنك ذكرت هذا الشيء. كنت مع محمد سعيد ودار حوار في برنامج جذور على ما أعتقد، لا أو برنامج حديث البلد. نعم حديث البلد. شارك فيه رئيس اتحاد صحفيين على الاتصال. نعم. شارك فيه رئيس مجلس وطني الإعلام. نعم. شارك فيه عدد من الخبرات الإعلامية الموجودة في البلد، وكنت أنا الضيف. تكاملنا ووضعنا تصور، هذا التصور يعني في إطار الحوار، أنه اللجنة المشكلة للإعلام والصحافة في مجلس الشعب من أبرز مهامها التنسيق بين المرجعيات الإعلامية بحيث ترفض وتدفع العملية الإعلامية إلى الأمام من جهة، ومن جهة تانية يعني تحصن كما ذكرتك منذ قليل، تحصن الرأي العام، لأنه عمليا الآن أنت في معركة تشارك فيها أغلب دول العالم بإعلامها وأموالها وأسلحتها للضغط على الرأي العام السوري. وعندما تضغط هذه المؤسسات الإعلامية الكونية على الرأي العام السوري، فهي تضغط على الرأي العام الذي انتخب مجلس الشعب، لأن يعني مجلس الشعب حصيلة، فيجب أن يكون لدى مجلس الشعب بالضبط لسان عندما وعندما يشكل وقوة مجلس إعلامية. الشعب مثل هذه اللجنة بين اللجان الموجودة، فعمليا هو يدافع عن نفسه من خلال إسهاماته في دعم الإعلام وتحصين الإعلام وتوفير المناخ الموضوعي الطبيعي للإعلاميين لكي يقوموا بدورهم. الإدانة التي أصدرتموها، مثلا نحكي على تصريحاتكم مثلا اللي أصدرتوها مؤخرا حول الفيلم المسيء للإسلام، يعني وبعض ما بعرف لقدام شو ممكن تصدروا، هل هذا النوع من البيانات التي تصدر أو الإدانات التي تقدموها بتصوركم هي بتساهم، أو يعني هاي هي واحدة من الأدوات اللي بتكون تستخدموها لتكونوا حاضرين بالمشهد الإعلامي ككل العالمي، ما بدي أقول بس المحلي؟ نحن يعني نحن كلجنة ليس يعني المطلوب مننا أن نحتل حيز في المشهد الإعلامي، نحن ينبغي أن نعنى في المشهد ككل، يعني في طبيعة المشهد، في ما وراء المشهد. نحن أنا وحضرتك الآن على الهواء، المشاهد يراني ويراك، لكنه لا يرى من هم وراء الأجهزة الذين يوفرون الظرف الموضوعي التكنولوجي التقني لكي نكون نحن، لكي تكون صورتنا على الهواء ناصعة. بمعنى ليس دور اللجنة أن تحتل حيز إعلامي في المشهد، هي من مهامها أن تحصن هذا المشهد وأن تدعمه بحيث يعود بالنفع على الرأي العام الوطني. لكن لا تعتقد دكتور أن من دور اللجنة أيضا أن تخرج لغة الخطاب الإعلامي التي تتهم بالخجبية، التي تتهم بالتكرار، التي أليس من واجبها هذه اللجنة أن تقدم لغة تواكب العصر؟ ما كان هذا يعني السؤال، ما كان بيعني هذا المنحة. أنا قصدت يعني عفوا دكتور، بس حضرتك عم يسمعونا العالم، عم نحكي مفترض يتأثروا فينا، أنه يفهم منه، أنا فهمت منه أنه أنتوا كأعضاء لجنة إعلامية تشاركوا بالمشهد الإعلامي. نعم. بمعنى تشاركوا أنه تطلعوا وتحكوا، هذا طبيعي طبعا. لكن ليست الهدف قديش نحن كأعضاء لجنة حاضرين بالمشهد الإعلامي، احنا وغيرنا بنحضر، احنا بيهمنا المشهد، مش نحن بيهمنا المشهد ككل، مو اللي عم يحكي فيه. يعني بدردشة مع أحد الزملاء الإعلاميين قال لي مفترض أن تكون هذه اللجنة كونها ممثل، يعني هي لجنة منبثقة عن مجلس الشعب، يجب أن تكون هي لسان الشعب، هيك فهمها، هيك افترض هي يعني ما يفكر به الشعب ممثلا بمجلسه، هذه اللجنة هي لسانه. هون بيتحول الموضوع فيما يتصل بالإعلام، يعني نحن مجلس الشعب بالنظام داخل المجلس، لا كل اللي اجوا على المجلس بيمثلوا محافظات، تحت قبة المجلس الجميع يمثل الشعب، وتحت قبة المجلس ايضا كل واحد يمثل الشعب، بمعنى انني
معني في الدفاع عن أي مواطن من جرة الغاز إلى الصحيفة. حلو. هذا جزء منه جزء منه المشهد الإعلامي الوطني، مؤسسات الإعلام الرسمية وغير الرسمية الآن متخندقة، هذا ظرف اصطناعي طبعا طبعا، لكن عمليا متخندقة، ونحن كسوريا نتعرض إلى مؤامرات متجددة منذ الاستقلال حتى الآن، لأن سوريا انتهجت خط وطني قومي عروبي واضح واستهدفت ولا زالت تستهدف. بمعنى باعتبار أننا الآن نتخندق في 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 معركة غير متكافئة مع دول العالم التي سخرت المال والسلاح والتقنيات والتكنولوجيا والشاشات وغيره، لكن نحن بهمنا جدا أن يكون جندينا في الصحافة اللي حامل القلم لديه يمتلك من المعنويات والإمكانات ما يمتلكه الجندي وهو يحمل بارودة في خندقه. هو كان عندنا سؤال عوامل القوة، هو كان عندنا سؤال استبياني بده يكون عبارة عن مدخل يعني الوقت يداهمنا، دائما هاي الجملة أخذتها اليوم من أول فقرة وعم بستخدمها زيادة في فيلم هام سيعرض بعد البرنامج مباشرة، مشان هيك نحن منعجل بأسئلتنا ومعنا دقائق قليلة، لكن الاستبيان قضية كتير مهمة. اختار الفيلم ونحن على هوا ولا بعد؟ لا أكيد بعدنا بعد البرنامج، لكن عنكم أدوات كنت تعملوا استبيانات رأي، إنكم يعني تستفيدوا من استبيانات الرأي، يكون في يعني مثلا نحن عندنا سؤال استبياني دائما بنستفيد منه بفقراتنا، هل اللجنة عنده هذا الشيء؟ نعم عنده هذا الشيء. بكير أنا قلت لجنة محدثة، نظام الداخلي لم ينجز بعد، صلاحياتها في إطار صلاحيات مجلس الشعب، تعمل بمقدار ما تعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام، مع اتحاد الصحفيين، مع وزارة الإعلام، مع المؤسسات الإعلامية بمقدار ما بتنجح. عموما عندنا فقرة أخيرة هي كمان مدخل للحديث بالإعلام الإلكتروني، خليني أقول هو بتعتبره إعلام الفيسبوك طبعاً. والتواصل الاجتماعي طبعاً. مشاهد يعني لو كان مفترض نعرض الكاريكاتور معنا وقت مهيب معنا وقت على كل فقرة أخيرة نحن دائما بنختم فيها هذا البرنامج قادمة من صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحديدا وهي بعنوان فيسبوكيات، فيها اصطياد لبعض ما يمكن أن يقول شيئا، عندنا رسمين كاريكاتوريين يدعمان لغة التلميح بإعلامنا ومقولتين فيسبوكيتين الأهم بينهم هي وحدة بتفسر كلمة حبيب قلبك باللهجة الشامية هي والأخير هذا الكاريكاتور عوجة أنا ما نشاف وصل حبيب قلبك هي كلمة سورية بتنقال بس يجي حدا ما بتطيقه موجود على الفيسبوك دكتور؟ ايه وفعال هذا الامر؟ انا بعتقد انه في يعني مثل اي وسيله اعلاميه ثانيه، لا في صحافه صفراء في صفحات صفراء وهذا في صحافه جاده وفي صفحات جاده. عموما انا انتظر يوم التقي فيك ليكون معك بحوار شخصي على الهواء مباشره، لانه لدي الكثير من الاسئله وتاريخك الكبير بالاعلام يجب ان يعني يجب ان نضيء عليه اذا ما في عندك مانع. شكرا جزيلا لمشاهدي الفضائيه السوريه ومستمعي صوت الشباب اف ام، ننتظر تواصلكم طيله الاسبوع، تحيه من فريق العمل ومني انا امجد طعمه، الى اللقاء. شكرا دكتور.